منطقة حي مولاي رشيد مجموعة الساق قرب من حي الصناعي. خويا هادشي راه ولا كيخلع على ثلاثة الحالات دابا في سيمانة وحدة. راه واحد تلاح من دارهم وهم الدراري كيعرفوا كل شيء واحد في الغابة الخضراء. والدري هذا راه صحيبنا راه كبر معانا فهمتي، ما عندوش مشكل في خلل عقلي، ما عندوش فهمتي. المشكل اللي كاين هو هذا المحيط، المشكل اللي كاين هي الخدمة ما كايناش، ولا بنادم اخويا كيفاه كيجي كيبقى مريح شي الشرطة العلمية الدراري. شغنقول لك باش بنادم توصل به حد ويحد حياته. عاش الملك. ولد الدرب انا ولد الدرب اخويا، الدري هذا كبر معانا فهمتي، كبر معانا كواحد منا كاخونا كبر مني انايا بعد. انا عندي 30 وعنده 33 عام فهمتي. شغنقول لك اخويا هاد المحيط وهاد الجو وهاد فهمتي، ما كاينش بنادم فين غيمشي يتلام. منطقه صناعيه فاش غيمشي بنادم يتخشى يخدم وفاش غيدير ما كاين. انا دابا تنهضر معاك انا يلا راجع من اوروبا الله يرحمه، عندي شهر هو عندي البيع عندي كل شيء، وجيت هنايا قلت رجع للبلاد نقلب بلا خويا وسط الاسره. الدري هذا هو المويان، كاينين دراري صغار منه وكاين دراري كبار منه وكاين اختو عايش به خير. هذيك كما كتشوف راه دارهم كامله فهمتي، غير ما كاينش فين يمشي بدل بنادم فهمتي، فين يمشي بنادم يقلب وخايد الغير ملاهي فهمتيني. امتى وقع هادشي خويا؟ هادشي شنقول لك، الوحده قد دزت انا مع الوحده قلق وصلني طلعت الحي الصناعي هبطت الله يرحم الصراحه خويا، بقى فينا احنا كاملين والله العظيم.